الكلام ده كان بدري يعني انا قعدت الناس قاعدين في الحله ساعه يعني انا الله الرسول ده يا زول جاي الظهر كده كان في فاتحه في ناس جايين من الخرطوم بحافله كان عندهم دكاكين هنا بعدين نحن نقول لك الخرطوم خرطوم دي حاجه كده اصلا ولا تتمنى انك تحلم بحاجه من خرطوم قاعدين كده زول في الرمله واحد ابوه في الحافله ذاتها شايل له كيس جا. قلت له مالك قال لي ماشي مع ابوي ماشي الخرطوم يا زول انا قلت هوي حافلة عربية ماشي خرطوم ما توكل بالله تحزم وتلزم معنا الخرطوم ده يا زور ربك رب الخير الحافلة لما دورت ركبتها معاهم ولا سألوني ولا ايشي. جيت نزلت الخرطوم هنا يا جنة هيت ماشي وين قلت لهم ماشي خالي خالك ده عارفين بس اللي بعرفه كله ساعة قشرة قلت لهم بس قالوا ساعة قشرة هل لك الساعة قشرة دي قاعد في شنو خالك ده قلت لهم والله بس شغال هناك الجماعة طبعا زمن داك ذاته ما في شغالين بي زي اللي بسعبان دكان فلان دكان فلان في, في النهاية خالي شغال في فرن مشينا هناك يا زول قعدونا في الفرن ده انا اقول لك بالليل زي الكتابة الصينية من بدري خذ كرتونتك بعد تلاقي كرتونة البرنج دي انت زي النايم في مرتبة اسفنج كرتونتك البيت ده تلقى فيه عزابه ده بيشخروا بالليل زي الرتاين يا زول قاعد الشغل زاتو عندي في النهاية زول لما بيطلعوا انا قعدت امشي بيت الجيران يرسلوني امشي اقول لهم جيبوا مويه امشي اقول لهم هاكل الرغيف امشي اقول ولفت عليهم اليوم ذاك دفرت الباب بتاعهم سلام عليكم ما رد لي السلام خشيت جوا يا زول حبس اطلع فتحت الثلاجه لقيت فيها كوره بتاعت ألومنيوم كبيره فيها صرت الفواكه انا ثلاث الفواكه دي ذاتها ما واقع علي لكن الحاجات اللي عرفتها شمام كده وبتيخ والزبيب ده كده ما واقع علي يعني كده بريت وتب قعدت اكل في البتيخ بس بالجنبات شغال بتيخ وشمام بالجنبات شوي شوي كنت جطه الشغلاني قلت هوي اخيرا قرط في الشغلانيه دي وخدتها وتخارج مش شافني منه يا زول مسكت الكورة دي وقفت عليه حلو قلت لأمي جاتك شبطك 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 خطيتها دي وقلت أجبد نفسي حبة بعدت خارج قاعد كده كان مرك مرك بفوق الحوش يا حياة يا حياة أنا تنفس بنخرة واحدة بس عليه قلت لها حياة ما في قالت لي ما جو قلت لها ما جو قالت لي خلاص عليك الله الثلاجة فيها صارت فواكه الضيوف جو ناويين ليها